اي يا خالتي اتفضل. بتعملي ايه يا حبيبتي؟ رايحه اتوضى عشان اصلي العصر. طب انا عايزاك يا حبيبتي تعالي تعالي اقعدي يا حبيبتي تعالي اقعدي. خير يا خالتي؟ خير يا حبيبتي، مش هيجيلك الا كل خير. بصي يا حسنات، بصي يا حبيبتي. ايه رايك دي شبكيتك اللي جابها لك محروس؟ وقال لي اساليها يا أم اذا كانت تعجبها ولا ما تعجبهاش، لو ما عجبتهاش تنزل معايا لحد السايغ وتنقي اللي هي عايزاه. يعني سكتي تبقي موافقه، وزي ما بيقول السكات علامه الرضا. لا يعني بصراحه كده يا خالتي، يعني اصلي ايه يا حبيبتي، انت مكسوفه اندهلك محروس؟ هندهلك محروس. لا محروس يا خالتي. يا محروس محروس، تعالى يا ابني تعالى. تعالى يا ابني كلمها عشان يبقى الجمل قدام الجمال. شوف يا حسنات، بصراحة تربيني أنا هقول لك اللي عمري ما قلته قبل كده وقدام خالتك أم محروس كمان. أنا الود ودي أقطف لك نجوم السامي وأملى لك حجرك وأقول لك دي شبكتك، لكن ما باليد حيلي. اللي قدامك دي اللي قدرت عليه، لو مش عاجبك. لا مش عاجباني ازاي؟ انتي حلوة قوي. يعني نطقتي وبقيتي زي اللبلب وقلتي حلوة؟ ما تحرجهاش ياما. يعني اطلع انا منها؟ حاضر، ادي الشبكة وادي العروسة، وعلى رأي ما بيقولوا العروسة للعريس والجري للمتعيس. بصراحة حسنات أنا ما عنديش كلام أكتر من اللي قلته، قولي لي أعمل إيه وأنا أعمله، المهم أرضيكي. بإنك تسيبني دلوقتي يا محروس. أسيبك؟ أيوه بصراحة كده، يعني أنا ما كانش بالي كل اللي بيحصل ده. طيب خلاص خدي نفسك كده واهدي وارتاحي، واللي تشاور عليه هيكون ملك ايدك انا وكل اللي حيلتي. حسنات بدل ما اتفرج على شبكتي واساله وارد عليه، لقيتني بلم في حاجاتي وهدومي واحطها في شنطتي. عرفت ان ما عدليش عايش مع الناس دول ولا في دارهم. قلت ايه يا بنتي؟ قلت يا عم يستأذن يعني وارجع. ترجعي فين؟ طنطا بلدنا. انت مش قلتيلي ان اخواتك مالهمش صالح بيكي وانك مش عايزاهم يشوفوكي ولا يعرفوا مطرحك فين؟ ايوه قلت، بس دلوقتي بقى خلاص. خلاص خلاص ازاي؟ فهميني يا بنتي، قولي كل اللي في نفسك، اذا كان يعني في فكره في دماغك كده ولا كده، ولا انت يعني مش موافقه. يا عم نسيت اقول كده، هو انا اطول دوفر محروس ولا هو يتعيب؟ ده أي بنت تتمناه. أمال يعني شايفك مش مرتاحة، فيه إيه؟ مفيش حاجة يا عمي، كل ما في الموضوع إن أنا لازم أروح عند أخواتي، وأنتوا كمان لما تيجوا تخطبوني أخرج من هناك. إذا كان كده يبقى عداكي العيب. أمال يعني هيكون إيه يا عمي؟ خلاص أنا بنفسي هروح أوصلك لغاية طنطا. لا 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 ليه؟ أبداً يا عمي، يعني أنا شايفة إن الأحسن إن أنا أروح مني لنفسي كده ليهم على طول عشان ما يفتكروش إن أنا غضبانة وإنك جاي تصالحني. إذا كان كده يبقى خلاص اللي يريحك، وقولي لي نجيلك إمتى أنا وخالتكم محروس ومحروس وهيبة عشان نخطبك. ربنا يسهل يا عمي، أسبوع ولا اتنين عن إذنك بقى. الله راح فين دلوقت؟
ما أنا لازم أسافر دلوقتي يا عم. يا بنت النهار بيروح، إحنا قدام المغرب. ما تقلقش علي، هركب من دسوق لطنطا مرة واحدة. فوتك معايا.